الشهادة قد تعطى
من عند الطبيب الأولاني، وبالخصوص إذا كان في نطاق الحكومي. وهاد الناس تقبطوا؟ شحال كانوا؟ سبعة؟ لا، اللي يدخلوا عندكم الدار شحال من واحد؟ سبعة هما اللي يدخلوا الدار. واش كانوا في حالة طبيعية أم لا؟ ألو، هاد الشهادة الطبية خصكم تاخذوها بطريقة رسمية من أول مستشفى اللي بدا في العلاج. فين مشيتي درتي العملية كيخصك تاخذ شهادة، فهمتي؟ لأن الشهادة ديالي بغيتي، شنو نكتب الفوق أنا كي بغيتي، دونك كيخصك واحد الشهادة سكون أبيل لو سيرتيفيكا إنيسيال. هذيك الشهادة الإبتدائية هي اللي كتعطي واحد النظرة على الحالة ديالك. إلا عطيتك دابا شهادة ودرتك باللي باغية ما بقى عندك والو، فهمتيني؟ دونك يخص إلا عطيتك شهادة وسبحانك وتقادو باش غادي نعرف بلي أنا وقع واحد العصبة. دونك اللي جرى العمليه في المنطقه في الاول كيخصو يدير هذيك الشهاده ابتدائي. دابا انا كنحكم على الحاله اللي كنشوف امامي الان، شنو هو الموقف؟ الحاجه اللي كتزعجني الان انكم ما تكونوش حامي، هذا هو رقم واحد، لانكم جوج معرضين انكم في الفتره اللي كنتو فيها يقدر لا قدر الله يكون شي وحده فيكم حامل وخاص واحد الاجراءات خاصه في هذا الشيء. شي تاني ديال الجلسة دي اللي عندكم، ما كاين شي حاجة اللي غادي نقول لكم الآن خطيرة، هي يديها هي اللي فيها واحد الجانب الخطوري ديال الحركة ديال يديها. نعم، الخطورة الأولى أنا قلتها لكم هي تكونوا حامل، الخطورة الثانية هي اللي عندك الضربة في يدك، الخطورة الثالثة هي يمكنها الضربة، وبالطبع الجهاز التناسلي اللي كيخص طبيب اخصائي اللي ماشي في المهام ديالي نشوفو باش يعطي الموقف ديالو. كان خصكم يكون عندكم داك الشيء في الاول، اما بعد شهر تخيل من كلشي تجبر، كلشي برا، كلشي تشافى، ماشي نفس الشيء. وكيف ما كان الحال الفحص ديالهم كيكون عنده واحد الجانب ايجابي على الحاله الراهنه الان. متفقين؟ نتكلفوا لكم جوج باش نبداو اولا هذا العلاج ديال هذا الشيء، لان كيخصها تكون تنطفاتش على هذه خصوص على الجرح، وإلا اقتضى الحال على الطبيب ديال التناسلي خصو يشوفكم باش يعطي واحد. اما بالنسبه هذا الخاص اللي عندكم على ما شفت في الصوره وعلى الحاله، راه تقريبا نقولوا 80% ديال ديك الزروقيه بدات تمشي او مشات، لان الضربه الاول ماشي هي الضربه الثانيه. اذا مشيت تخدي تصور ديال هذوك اللي عندك زرق دابا غادي تلقى تقريبا كلهم تحيدو، كل اسبوع كيمشي الا غادي تحيدو ما يبقاش، لان هذاك غير سي ديزيكيموز ولا ديزيماتوم اللي مع الوقت كيحيد. تقطع لي عصبتي في اوكي، انا غادي نشوف واحد وليت خاصك تطيح، ما عرفتش شديك العمليه اللي جا كدير، بقاو كدربوني ليها الرايه البلاصه اللي بقاو كدربوني ليها، واش خاصك تصفي شي حاجه، داكشي خرجوا لي هذا، ولا حتى شي حاجه بالنسبه لتصابت تعرف لي انايا 4 اللي تخصصوا لك، 4 تجي بحال شكل الحكه.